بسم الله الرحمن الرحيم. دعينا اليوم لهذه الوقفة الاحتياجية لإثبات ما تعرضوا لها أولادنا من انتهاك وحبس غير قانوني، مع العلم أن جبنا تعليمات من وزير الداخلية ومن النائب العام، ولكن للأسف الشديد أن التعليمات وقفت عند مدير الأمن بشبوة وكذلك محافظ المحافظة الذي زجوا بأولادنا في السجن، واليوم لهم أكثر من 23 يوم وقضيتنا موجودة في المحكمة، ولكن للأسف لم يعترفوا لا بقضاء ولا بمحكمة، وأصبح حبس أولادنا بطريقة عشوائية وغير قانونية. ونطالب النيابة والجهات المسؤولة الإفراج عن أولادنا واحترام النظام والقانون في البلد. وقفة احتياجية مع المعتقلين عبد القادر لقور وعوض، 25 يوم في السجن، أين النيابة أين القضاء؟ 25 يوم على حقهم، يجيبون القضاء والنيابة 3 أيام 4 أيام ويخرجون، أما 25 يوم لازم القضاء، لازم السلطات المحلية تتحرك. لا يزالون الآن في سجن البحث الجنائي، وهذا يعتبر يعني ضربة للقانون ويعتبر انتهاك حقوق الإنسان. من هنا باسم الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان ندعو النيابة إلى القيام بمهامها، كما ندعو سلطة شبوة بالإطلاق المعتقلين فورا أو تقديمهم إلى المحاكمة.